الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج دكتورز. رجعنا لكم بعد فتره من الانقطاع لحتى نقدم لكم الكثير من المعلومات الطبيه اللي بتهمكم لحتى تقدروا تحافظوا على صحتكم وتستثمروا بشكل صحيح. والتغيير للاحسن ضروره لازم الكل يسعى لها، وخاصه بفصل الصيف كلنا بنحب نكون باحسن فورما ويكون جسمنا فت وصحي ورشيق. وبفضل التطور الكبير بمجال الطب التجميلي والتقنيات الحديثة الموجودة صار الموضوع سهل جدا، وحللنا كل الأعذار تبع الكسر والاستسلام من خلال تقنيات حديثة تقدر تظبط شكل الجسم وبتساعدنا بالتخلص من مشاكل الترهل أو الدهون بطريقة سهلة وبسيطة ونتائجها مضمونة. اليوم رح نخبركم عن أحدث هيئة تقنيات ونعرف طرق استخدامها مع الدكتور أحمد السبكي، الرائد الأول بعالم جراحة السمنة والتجميل ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. دكتور احمد مساء الخير، اشتقنا لك بعد زمان كثير. اليوم الحلقه كثير مهمه لكل مشاهدينا اللي حابين يحصلوا على جسم مثالي بالصيف، فنحن اليوم رح نخبرهم عن احدث التقنيات الموجوده بعالم طب التجميل يلي بتساعدهم بالتخلص من كثير مشاكل، من الدهون المتراكمه، الترهل وغيرها من المشاكل الثانيه. خلينا نبلش دكتور بتقنيه النحت الرباعي، خبرنا اكثر عن هي التقنيه وبين الاشخاص اللي ممكن يستفادوا منها. والحقيقة الإيرا اللي احنا فيها دي نقلت فكرة التجميل من فكرة الماس ريدكشن أو إن أنا بقلل مقاس لفكرة إن أنا بعمل ديفينيشن أو ما يسمى بالنحت الرباعي للجسم وتحديد معالمه وإبراز الجمال فيه. وعشان كده هو ده اللي خلانا كنا زمان بنقول دي عمليات شفط دهون، دي عمليات شد جراحي للجلد. دلوقتي بنقول النحت والديفينيشن ورسم معالم الجسم. ونحن وصلنا للفوردي، يعني الشكل يلي بدنا اياه بنحصل عليه تماما مثل ما نحن بدنا، وهي التقنيه الرجال والسيدات بيقدروا يستخدموها. طب دكتور، نحن عم نحكي انه الشخص يلي عنده جسم حلو وحابب انه يعمل شكل احلى بجسمه فيه يلجا للنحت الرباعي لحتى يساعده بهذا الموضوع. الاشخاص يلي عندهم وزن زياده هل ممكن تساعدهم هي التقنيه او عندنا خيارات ثانيه ممكن يلجاوا لها؟ هو الحقيقة التجميل دايما نظرة الشخص لنفسه هي أهم شيء فيه، ونظرة المهتمين به، الزوج نظرته لزوجته، السيدة لنفسها، الرجل لنفسه نظرتهم مهمة جدا. في ناس بتبقى عندها رغبة إن هي يبقى مش نحيفة أو مش رفيعة لكن جسمها كيرفي ومرسوم ومحدد. في ناس العكس تبقى عايزة جسمها سليم قوي لكن في نوع من الأنوثة الناتشرال. في ناس بتحب تبقى أوفر، في ناس بتحب تبقى كومبليتلي ناتشرال. رغبة الشخص خيارات موجودة بالضبط، والطرق الإجراء ولتحقيق هذه الأماني موجودة. عشان كده احنا لازم بيبقى اهتمامنا الأول ان احنا نفهم احنا عايزين ايه بالزبط. ورايحين عند مين والتقنيات اللي نستخدمها ايه وتوقعات الشخص ايه ونظرته لنفسه، ودي بتبقى الخطوة الاولى في تحقيق النتيجة اللي بنسميها ناجحة بإذن الله. ان احنا نبقى انا والبيشنت او الشخص سواء رجل او سيدة على نفس الفكر ونفس التارجت، ابقى عارف هي عايزة ايه، وبالتالي ابقى عارف التولز اللي انا هستخدمها هتكون ايه. وطبعا نحن عم نحكي عن تقنيات سريعه سهله وبسيطه وامنه وما فيها كل التعب اللي كان موجود بالعمليات القديمه والتقليديه. رح ننتقل ايضا لتقنيات حديثه موجوده بعالم التجميل وهي الفيزر والجي بلازما. خبرنا دكتور الفرق بيناتهم وايمتى بنلجا لكل تقنيه؟ هو زي ما انت قلتي هو من ضمن التطوير الشديد في عالم التجميل ان احنا بقينا نستخدم الامن والاسهل والابسط اجرائيا، واللي بيعطي نتيجه سريعه واللي بيحقق نتيجه تدوم واللي يكون خالي من المضاعفات. عشان كده فكره التطور كانت دايما بتدور على السهوله والنتيجه المضمونه والامان.
ظهر الفيزر، والفيزر حقق نجاح فوق الرائع، لان هو بيحقق هذه البوينتس المهمه جدا اللي احنا كنا مستنيينها من زمان، واللي كان الشخص او المريض يهمه جدا انها تتحقق. الفيزر عباره عن ابره رفيعه صغيره تحت الجلد بتقوم بنتيجه جميله جدا، بتسيح الدهون وبتشد الجلد. أوكي. يعني تقلل المقاس وتمنع ترهل الجلد، زي ما حضرتك شايفه في الصوره مثلا في الذراعين قللنا المقاس ل 6 سم من 46 سم ل 40 سم، يعني قللنا 6 سم. مش بس كده، لا الجلد رفع معانا وخدنا الشيب بتاع الذراع اللي احنا عايزينه اللي هو مرسوم بدون ترهل. منطقه الظهر واللاف هاندلز والبرا لاين زي ما حضرتك شايفه من المناطق المشهوره جدا، حتى صعبه جدا عند السيدات وما بتروح لا رياضه ولا بدايت ولا بطريقه، بتبقى ظاهره في اللبس وحتى عند الرجال كمان ممكن تكون مزعجه كتير. دي حقيقه، لكن المشكله في السيدات ان هم لو لابسه حاجه ضيقه شويه بتبقى بتبان قوي المرسومه على جسمها. زي ما حضرتك شايفه خدنا الكيرف المثالي، الجلد اصبح لازق على العضله والويست، كل الدهون اختفت، خدنا اللي احنا نسميه الديفينيشن للجسم. واللي عم نشوفه دكتور يعني حلو وامن وسريع ومن دون اي ندبات، يعني قبل كان الشخص وقت بده يعمل اي عمليه بفكر بالندبه وكيف بده يكون شكله بشع، نحن تماما خلصنا من هذا الموضوع بهي التقنيات الحديثه. حتى الجراحه على فكره الجراحه ايا كان هي بتتعمل من جرح واحد، ما ينفعش تدي هذه النتيجه اللي فيها رسمه لكل الكيرفز بتاع المنطقه اللي احنا بنعملها. عشان كده زي ما قلت لحضرتك هو الاقوى والابسط والاسهل والأقل والاسرع كمان. ودكتور يمكن حتى الدهون اللي بتنشال بهي المناطق ما بقى بترجع بتطلع، صح؟ دي من اهم النقط، ان احنا بنحقق نتيجه باذن الله دائمه. كان الشفط القديم بيسيح الدهون لكن الخلايا الدهنيه ما زالت موجوده، ممكن ترجع تتكاثر. المريض لو اكل، لو لخبط في الاكل، ممكن ترجع تخزن دهون تاني وبالتالي نلاقي المنطقه زادت تاني. الفيزر من ضمن مميزاته الجميله جدا انه بيكسر الخليه نفسها، الخليه الدهنيه، وبالتالي الجسم ما بيلاقيش خلايا في المنطقه دي يقدر يخزن فيها، لان الدهون او الحويصلات الدهنيه مش بتتخزن في اي مكان، هي لها خلايا معينه لو موجودة بتخش تتخزن فيها، لو مش موجودة يبقى ما ينفعش تخزن في المنطقة دي. اوكي، طب دكتور عم نشوف كمان مجموعة من الصور مع المشاهدين، ويمكن هي الصورة كتير مهمة لكل الشباب اللي عم بيحضرونا وعم بيحاولوا كتير بالجيم وما عم يقدروا يوصلوا لهي الفورمة، شو التقنية اللي مستخدمينها هون؟ هو ده الديفينيشن اللي بيعمله الفيزر. زي ما حضرتك شايفة بيضيع كل طبقة الدهون اللي تحت الجلد. في حد رياضي زي ما حضرتك شايفة بنقدر نرسم المارجنز بتاع العضله، احرف العضله نفسها. هدول 8 ولا 6 يا دكتور؟ يعني نزودهم نخليهم 8 عشان خاطرك. فالشكل اللي كل شاب يتمناه بينفع دلوقتي بالطرق الحديثه. التسدي عند الرجال مشكله كبيره جدا، كتير فعلا، والحقيقه منتشره كتير جدا اليومين دول ومحرجه جدا، والايمج بتاع الشاب هو بيبقى متضايق منها جدا وعامله له سايكليك بروبلم فعلا. لا، بدون جراحه زي ما حضرتك شايفه الفيزر بيكسر الدهون والغدد كمان اللي موجوده، والغدد دي بتبقى غدد لبنيه مش الطبيعي انها تكون موجوده في الرجال، يعني ملهاش اي فايده لكن بتعمل شكل مش حلو وبدون اثر، والنتيجه دائمه. ودي بتنفعهم كمان بالذات في الشباب اللي بيبقى بيقدم في كليات عسكرية، يعني مش عايز أي أثر. كنا زمان ما كناش بنقدر نعمل له حاجة لكن دلوقتي أصبح في حلول جميلة وسهلة وبسيطة وبأسرع وقت. طب دكتور كنا عم نحكي عن الفيزر واستخداماته وكيف ممكن يفيدنا، خلينا ننتقل للجي بلازما. خبرنا أكثر عن الجي بلازما وأنت نستخدمه ومن الأشخاص اللي ممكن يلجأوا لهي التقنية. هو الحقيقه الجي بلازما تكنولوجي مختلف تماما، سواء في التكنولوجي بتاعه والنتيجه اللي بيحققها. زي ما حضرتك شايفه ده موجات كهرومغناطيسيه بتشتغل على الطبقه العميقه من الجلد فقط.
شكل الجلد. احنا هنا ما شفطناش دهون خالص. احنا كان التارجت بتاعنا ان الجلد المكرمش ده أوكي. واللي بيدي عمر يعني مش حقيقي للشخص يرجع تاني يبقى فريش زي ما حضرتك شايفة، سواء في مستوى الشد بتاعه، سواء انه لوكس يانجر، هو الشخص بيبان اصغر في السن. وده النتيجة دي نتيجة فورية، يعني مش بتتحقق بعد فترة، لا احنا بندخل بالشكل ده بنطلع بالشكل التاني، وكمان النتيجة دي بتعيش على طول. أوكي. دي من الحاجات برضو اللي احنا ما كناش بنحلم بيها في يوم من الايام، ان احنا نقدر نحقق الشكل ده بدون جراحة على الاطلاق. وما زال احنا بنتعامل من كانيولا 2 ملي، يعني ابرة رفيعة تحت الجلد بتؤدي لهذه النتيجة في جلسة واحدة، بنحتاجش جلسات، ومنتهى الأمان ومنتهى يعني الراحة. هذا حل لكل السيدات اللي عندهم منطقة البطن بعد الولادة صار فيها ترهل، هو حل رائع وسهل وسريع وأيضا بسيط، ما فيه لا خوف ولا قلق إذا السيدة ما حابت تعمل عملية جراحية، سواء بعد الولادة المتكررة بعد ودكتور بدي أسألك هون على نقطة، هل ممكن سيدة بعد الولادة على طول تعمل جي بلازما ولا مفروض يكون في عنا وقت؟ لا احنا بنستنى على الأقل 3 شهور لغاية ما الريكويل الطبيعي للجلد يوصل لأقصى درجاته عشان نتعامل مع الجزء المتبقي. أوكي دكتور، اسمح لنا نبلش نستقبل أسئلة جمهورنا عن موضوع فقرتنا اليوم ونرجع حتى نكمل حوارنا مع بعض. يلي عنده أي سؤال للدكتور يتفضل. تفضلي. احنا اوقات بنشوف ستات عاملة فيلرز، بس الفكرة ان التغيرات اللي بتحصل في وشهم زي مثلا الضحكة وغيرها بتكون شكلها مش حلو، فايه السبب لده؟ الكلام ده المفروض بعد التكنولوجيا الحديث دلوقتي ما يكونش موجود، لان اهم ما يميز الإجراء التجميلي إنه يكون طبيعي وإنه ما يغيرش في الملامح اللي الناس اتعودت عليها، يقدر يحسنها للأحسن لكن ما يغيرش في الشخصية. الطرق الجراحية عادة كانت ممكن تعمل كده، لما كنا بنشد الجلد بطرق جراحية كانت ممكن تغير في الملامح، كانت ممكن تأثر على خاصة الابتسابة. إذا الدكتور ماله شاطر أو ماله دقيق بالشغل ممكن يعمل مشاكل صعبة كتير، لهيك دائما بنأكد لكل المشاهدين يلي حابين يعملوا أي إجراء تجميلي لازم كتير نتأكد من الدكتور يلي رايحين لعنده ونعرف شو التقنيات يلي عم بيستخدمها وقديه عنده خبرة لحتى نقدر نوصل لنتائج ناجحة. تمام. طب دكتور أيضا رح ناخد سؤال جديد من الجمهور يلي عنده أي سؤال للدكتور، تفضل. هل التخدير حصل له طفرة وتقدم بعيدا عن جراحات السمنة؟ أكيد زي ما في تقدم شديد في عالم الجراحات لازم كان يواجهه تقدم في عالم التخدير والتخدير الآمن. هاي نقطة كتير مهمة لا شك وبتخوف كتير عالم. دي حقيقة. فطمنا المشاهدين دكتور. لا هو الحقيقة أصبح حديثا في تخدير ملوش أي تعارض مع مشاكل التنفس أو يبقى له تأثير سلبي على القلب أو ممكن يخلي احساس شديد بالالم وهو بيحصل له ريكفري. لا التخدير الحديث بنسميه زي الديب سليب، زي النوم العميق، المريض بيروح في نوم عميق ومش بنستنى المخدر بعد العمليه يخرج من جسمه، لا بقى في حاجه اسمها الريفيرس اللي بيعكس تاثير التخدير فورا، فالمريض كانه كان نايم وصحي، مفيش كرشه نفس، مفيش احساس بالالم، مفيش تاثير سلبي لا على القلب ولا على النفس. فأصبح الطفرة في عالم التخدير من الحاجات اللي أيضا شجعت الناس على أنها تاخد هذه طبعا الحاجة. وفي عالم عن جد بتخاف من التخدير والفاء من التخدير أكثر من العملية نفسها. أيضا رح ناخد سؤال جديد دكتور يلي عنده سؤال، تفضلي. هي أكثر الأماكن اللي إقناعا للنحت الرباع للرجال والسيدات؟ هو الحقيقة كل حد وعنده مشكلة في منطقة معينة، لكن خلينا نقول البطن احنا بنسميها رمانة الميزان في الجسم. الجمال الخصر وان ما يكونش فيه شكل مش ظريف للبطن بيرسم الجسم كله. صح. حتى لو هي وزنها زايد مازال وجود خصر جميل يزين شكلها، وحتى لو هي رفيعة وخصرها رفيع بيظهر حتى معالم جسمها رغم انها تكون رفيعة. في الرجال الحقيقة البطن برضو رقم واحد، يليها التسدي، لأن الرجال عادة أكتر منطقتين ممكن يزيدوا
مش الفخذين ولا الذراعين، لا هم البطن والكرش الشهير، الكرش العربي الشهير ده معروف عندنا كلنا، والتسدي عند الرجال. يعني بالختام بدي اتشكرك كثير على وجودك معنا دكتور احمد، على كل النصائح والمعلومات والتسهيلات اللي بتقدم لنا اياها لنا وللمشاهدين. شكرا كثير لك، شرفتنا ونورتنا. اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من حلقات دكتورز. موضوع حلقتنا دلوقتي او موضوع فقرتنا موضوع مهم جدا جدا جدا، ويمكن ناس كتير في غفله عنه، مش مديله احنا مش بنديله الاهميه الكافيه. يمكن بيذكر كده وبيعدي، بس المفروض ان احنا نقف عنده ونتكلم ويبقى لينا وقفه. كل ام او ست بتتفرج عليا دلوقتي نفسها ان هي تخلف، ونفسها ان هي طفلها يبقى سليم ومعافى. تخيلي ان انت بعد الولاده لا قدر الله لقيتي ابنك او بنتك عندهم عيب خلق. المفروض ان انت في الوقت ده ان انت تتصرفي وتحلي المشكله، غير العاتق النفسي اللي بيكون عندك ان انت شايفه ان الحياه كلها سودت، ان انت مش عارفه تتصرفي ازاي، خايفه تاخدي راي جراح وجراح تاني لا، خايفه تاخدي خطوه مبكره يعمل عواقب، طب لو اتاخرت شويه برضو في عواقب. بتبقى الموضوع فيه مشاحنات كتيره جدا، والموضوع بيبقى يعني عبء نفسي على كل ست، وبتبقى عايزه برضو تقوم بدورها كأم. موضوع جراحة الأطفال هو عالم كبير جدا مش أي حد يتكلم فيه، لأن المعلومة الواحدة الغلط ممكن تؤدي إن أنت بتدمر حياة بني آدم لسه مخلوق. عشان كده النهاردة إحنا معانا يعني ممكن أقول عالم من علماء عالم الجراحة ضيفي النهاردة، وأنا بكل فخر وسعيدة جدا إن هو موجود معايا النهاردة في استوديو دكتورز، أستاذ دكتور أحمد الشامي، أستاذ جراحة الأطفال وحديثي الولادة كلية الطب جامعة الأزهر. دكتور أحمد الشامي، أستاذ جراحة الأطفال وحديث الولادة بكلية طب الأزهر وجراحات التشوهات الخلقية في الأطفال. خلاص إحنا لازم نروح له عشان نطمن. مع دكتور أحمد الشامي حياة ولادكم هتتغير، لأنه بيعالج كل التشوهات الخلقية زي الشفة الأرنبية والسقف الحلق المشقوق، والتشوهات الخلقية لمجرى البول، والتشوهات الخلقية للقولون والشرج، وغيرها كتير. مستنيين ايه؟ كلموا المركز واحجزوا دوركم. للحجز والاستعلام رحبوا معايا بالقيمة والقامة العلمية الكبيرة أستاذ دكتور أحمد الشامي، أستاذ جراحة الأطفال وحديث الولادة كلية الطب جامعة الأزهر. أهلا بيك يا دكتور أحمد. مساء الخير. مساء النور يا دكتور احمد، يعني والنهارده كلنا سعداء بوجود حضرتك معانا في الاستوديو هنا. ويمكن كل ام وكل اب طلبوا مننا الحلقه دي خصيصا عشان نتكلم على العاتق النفسي والعبء اللي هم بيقابلوه مع ظهور المشكله ما بعد الولاده مباشره. كلمني عن الشق النفسي يا دكتور، والاب والام كده داخلين على حضرتك وبيبتدوا يشتكوا من عيب خلقي عند ابنهم او بنتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك الشق النفسي ده المفروض ان احنا بنبدا ما قبل الولاده، وده في معظم دول العالم ده اللي بيحصل حاليا. حضرتك والام حامل في الشهر الثالث او الرابع او الخامس لازم نعمل روتين سونار رباعي ثلاثي او خماسي الابعاد. تمام. تفرق كتير جدا لما حضرتك كأم يبقى الأم عارفة إن ابنها عنده مشكلة خلقية هيتولد بيها. حضرتك عشان ما تفاجئش بعد الولادة مباشرة كأب أو أم وانهار نفسيا طبعا، أو أرفض أخذ الطفل، أو بيحصل أنا حضرتك وشيء الحمد لله رب العالمين أنا متواجد في معظم محافظات جمهورية مصر طبعا العربية، وببقى زيارات لأماكن كتيرة جدا. فحضرتك بتسمعي، انا مش عايز اقول لحضرتك العجب العجاب فعلا، قصص غريبه وتستغربي جدا. هو ده بيحصل والله بيحصل وواقع، يعني اب وام زوج وزوجه زوج طلق مراته تماما
عشان البنت كانت بنوتة وجاية عندها مشكلة تشوه خلقي. لا انت خلفيتك راك يعني حتى سواء بعلم او بدون علم انت شكل خلفيتك شكل هتبقى خلفيتك كلها كده وانا مش قادر اعيش بنتك معاكي ومع السلامة. اي حقوقك القانونية كلها ده حضرتك بقى لو انا عملت ثلاثي او رباع سونار الإشعة التلفزيونية ما قبل الولادة وعملت وعرفت ان عنده مشكلة كذا تمام مشكلة خلقية عنده فتح في الحجاب الحاجز الطفل عنده تضخم في الكلى ومحتاج نقل كلى او زرع كلى بعد الولادة حضرتك هقعد معاك كأب وكأم كدكتور نفسي ما قبل الولادة هقولك هتولدي يوم كذا الساعة كذا تمام الولد عنده مشكلة هتولدي في المستشفى الفلانية عشان هيبقى فيها دكتور جراح أطفال في استقبالك هيبقى فيه حضانة موجودة وفاضية ومستنية حضرتك تولدي أخد الطفل فرق شاسع تبقى انت عارفة كأم حضرتك نفسيا مستعدة ثانيا لكل حضرتك لو انا ما عملتش السونار وانا عندي مشكلة كبيرة وده الواقع اللي بيحصل حاليا حضرتك حالة ولادة عادية جدا بتتم في مستشفى صغيرة اوكي مفيش فيها امكانيات مفيش فيها حضانة حضرتك الطفل اتولد طب عنده فتح في الحجاب الحاجز وفورا لازم يتحط على جهاز تنفس صناعي اوكي ايه الحل؟ مفيش حل الطفل هيموت انت معاك دقيقة دقيقة تنقذ فيها الطفل طب لو الدقيقة ديت غير متاحة يبقى خلاص حياته خلاص حضرتك تاخدي النهاردة لو في على بعد 200 متر حضانة فاضية بجهاز التنفس عشان تنقل الطفل من المستشفى دي للمستشفى دي هتاخديه وتجري في الشارع أكيد لا هتنقليه بإسعاف في ظل الطرق والزحمة دي عشان تروح للمستشفى التانية في خلال 3 دقايق هنفترض ان هو هينزل ويتحط في العربية ويروح المستشفى في تانية 3 دقايق هيكون مات يعني انا ما عنديش رفاهية ما عنديش رفاهية الوقت ولا الاختيارات ولا اي حاجة خالص تولدي قبلها حضرتك تبقي مجهزة المكان والدكتور وكلام من يبقى حضرتك نفسيا مهم جدا ان حضرتك تبقى عارفة حضرتك بيجي طفل عنده شفة ارنبية عنده سقف حلق عنده مشاكل في الاسنان حضرتك بيقول لك في اليوم الولادة اليوم الاول من الولادة هنعمل 1-2 تمام الشفة الارنبية هنعملها على يوم 45 بعد الولادة كل حاجة سقف الحلقة هيتعمل على 6 شهور ما بعد الولادة المرحلة الأولى المرحلة الثانية هيتعمل على 18 شهر المرحلة اللي بعد كده هتتعمل عند 6 سنين هعمل تقويم أسنان المرحلة الثالثة ولا اللي بعد كده 6-7 عند البلوغ هبدأ أضبط الأنف في مرحلة نهائية يبقى أنت عارفة من البداية خالص كل حاجة تظبطي نفسك ماديا بقى طبعا. ان انا عندي النهاردة 45 يوم عملية عندي بعد 6 شهور عملية تانية عندي بعد سنة ونص عملية عندي بعد 6 سنين عملية عندي بعد 12 يبقى مش هتفاجئ لما تروح للدكتور يقولك لا احنا هنعمل 4 عمليات او 5 عمليات لا يبقى انا نفسيا مستعد كويس جدا حضرتك وهتفرق في البروجنوسيس بقى وفي دايما في الاوتكم وفي الريزلتس بتاعت العمليه زي ما بقول لحضرتك انت مش كمان بتتكلمي على رفاهيه التجميل طب انا عندي شفه ارنبيه طب اتاخرت شويه هعملها بدري شويه هتفرق في ايه؟ في الشكل طب حضرتك لما تفرق في الحياه طفل مولود بدون فتحه شرج بتحصل مشكله خلقيه طفل مولود بدون فتحه شرج طب البراز ده لازم ينزل في اول 24 ساعه تمام. بعد الولاده ولو ما نزلش الطفل هيموت يبقى انا لازم اعمل عمليه بعد الولاده مباشره ومش هعمل عمليه بعد الولاده مباشره الا اذا كنت حضرتك عارفه كأم او فحصتي الطفل بعد الولاده يبقى نفحص الطفل بعد الولاده ما قبل الولاده احنا دايما احنا في حاليا بنقول ان احنا بنتدخل نتدخل في بعض الحالات داخل الرحم يعني داخل حضرتك الام حامل وعملت سونار ولقينا ان الكلى لغايه ما يتم الطفل 40 اسبوع يعني 9 شهور ويتولد النهارده الكلى هتكون اتدمرت باظت يبقى انا ممكن اخش في الشهر الرابع يعني المدام حامل أيوة. الولد بقالنا 12 اسبوع يعني 3 اسابيع 3 شهور في الاسبوع اخش بالمنظار داخل البطن الام داخل الرحم داخل بطن الطفل وبعمل عمليه في الكلى عشان
اعمل دايفيرجن تحويل عشان اجنب ان الكلى دي تبوظ لغايه ما الطفل يتولد عند 9 شهور، بحافظ عليها بالشكل ده لغايه ما يتولد، اخده اول اسبوع اعمل له عمليه. طب قبل ما نتكلم بقى يا دكتور عن مخاطر الطهاره عند الذكور وتاثير كمان السمنه عليها، عايزه اشوف الزيارات، واحكي لنا كده برضو على اصعب الحالات اللي شفتها يا دكتور خلال زيارات حضرتك. الزيارات انا طبعا بروح محافظات مصر كلها، وكمان عندنا كمان زيارات قادمه يوم الخميس. احنا ان شاء الله الخميس في سوهاج مستشفى جنات، يوم الجمعه في هنا ان شاء الله، ده يوم الجمعه سيد عمر، خميس وجمعه الاسبوع ده ان شاء الله هتجمعوا كلهم يا دكتور لحضرتك بقى. ويوم 31 ان شاء الله في اسكندريه الاهلي، يوم 31 لحد في اسكندريه ان شاء الله هيجوا لك بقى يا دكتور بقى بكل مشاكلهم بدل ما يبعتوا لي. بنشوف بقى المشاكل اللي انا بقول لحضرتك عليها، بنشوف مشاكل كتيره جدا. هيبقى يوم الثلاثاء معانا برضه في اسيوط كمان، في اسيوط ان شاء الله مستشفى الرواد في اسيوط، بورسعيد مستشفى المعلمين الخميس 4 ده يوم 4 اغسطس كمان، اغسطس شبين الكوم المنوفيه يوم الاحد 7 اغسطس 7 8 ان شاء الله 7 اغسطس ان شاء الله. ده المقر الرئيسي بتاعنا في شارع المرغاني في مصر الجديده، وفي محي الدين ابو العز في المهندسين. احنا مغطين كل الاريز وكل المحافظات الحمد لله لحد ما يعني. طب كلمنا كده يا دكتور عن مخاطر الطهاره عند الذكور وكمان تاثير السمنه المضاعيه عليها او السمنه عامه. من الحالات الغريبه اللي بنشوفها وحضرتك كوارث موضوع الطهاره، موضوع ختان الذكور ده او طهاره الذكور. حضرتك كان في زياره لإنا، تمام، حضرتك الطفل عنده 3 شهور، اوكي، داخل الطفل في مشكله عايزين ناخد رايك فيها، اتفضلوا. بشوف الطفل، طفل مركب قسطره في المثانه البوليه. اوكي، ايه يا جماعه في ايه، ليه القسطره في المثانه؟ قال لك احنا رحنا طهرناه عند دكتور النساء، اوكي، وطهروا بالدياسيرمي. الدياسيرمي ده جهاز كي حراري كهربائي بيقطع بيه، في نوعين طرق، حاجه اسمها باي بولر وفي حاجه اسمها مونو بولر، ده حاجه في الكهرباء في ترددات الكهرباء في الجهاز، فمش مهم نفهمها ازاي، بس في طريقتين بيقطع بيهم الجهاز. حضرتك بيقطع بالجهاز بيعمل فازو كونستريكشن، بيقفل الاوعيه والشرايين، أوكي. تاثير الحراري بيروح قافل الايه، الاوعيه الدمويه، تمام، قفل الاوعيه الدمويه، اللي حصل ان هو طاهر بالليل وراح لافي في الشاشه الصغيره على ايه، مكان الطهاره بتاع العضو، تمام، وتروح وبكره ان شاء الله تقعد في ميه دافيه وتشيل الايه بتاع. حضرتك روح وبيشيل الغيار، الشاشه اللي موجوده، وهو بيشيل الشاشه طلع العضو، طلع مع الشاشه، طلع من مكانه، طلع العضو، أوكي. ساب العضو، اتقطع العضو، ساب تفحم. ايه حضرتك، انا دايما عشان توصل لحضرتك الصباع، لو انا جيت ربطت رباط هنا جامد جدا بخيط جامد جدا، تمام، وسبته 24 ساعه، ايه اللي هيحصل؟ هتسود ويحصل فيها تفحم وبعد كده تقع. هو ده اللي حصل في راس العضو، تمام، النص العضو بالظبط، حضرتك اسود، تمام، ما شافوش، حاطين رباط، أوكي. حضرتك قعدوا في ميه دافيه تاني يوم الصبح وبيشيل بتاع، راح العضو وقع. ايه العضو فين؟ العضو فين؟ العضو وقع، حصل فيه كومبليت جنجرين، غرغرينه وقع، تمام. حضرتك المجرى البول، الواد جه يعمل حمام مفيش بول نازل، تمام، حصل احتباس في البول، راح للدكتور، طب يعمل ايه انت، اللايف سيفنج بقى، انا عايز حاجه تخرج البول، خش عمليات، اروح راشق قسطره في بطن الطفل، يمشي بالقسطره سنين بقى، سنين سنين بقى، عشان تصلحي الجزء المتبقي من العضو. وهنا انا هصلحه، هصلحه ليه وهصلحه ازاي وهصلحه على كذا مرحله، وبعد ما صلحه هيبقى وظيفيا زي العضو؟ مستحيل. الجزء الحساس اللي هو راس العضو اتشالت. طب انا عايزه اتكلم على الحاله دي اكتر وباستفاضه اكتر، بس انا عايزه برضو جمهورنا ما نحرمهمش برضو انه يسال حضرتك مباشره. اتفضل. في سؤال لدكتور احمد. ابني 7 سنين ورحت لدكاتره كتير جدا عشان اطهره، وكانوا بيرفضوا بسبب ان العضو صغير ونصحوني انتظر. ده مشكلة كبيرة جدا. اوكي. صغر حجم العضو في الأطفال. تمام. في يا إما يكون فعلا دي مشكلة فعلا اكشوال الحجم بتاعه صغير. اوكي. ودي بنعمل تحليل هرمونات، وإذا كان محتاج هرمونات بنديها له ونعوضها له،
وبنستخدم كريمات موضعية موجودة بيتكبر العضو الذكري في الأطفال. تمام. ده إذا كان فعلا إيه صغير. احنا بنتكلم في شهور ولا سنين يا في بقى. شهور وسنين. تمام. احنا جراحة الأطفال من سن يوم لغاية 18 سنة. يعني الطفل أو الشاب اللي عنده 16-17 سنة وعنده مشكلة ده تخصص جراحة أطفال. أوكي. الغالبية العظمى من الأمهات بيقول لك إيه العضو صغير طب هاتولنا الولد نكشف عليه. تكتب بص العضو حجما طبيعي. أوكي. بس أنا عندي كمية دهون حوالين العضو اللي هي السمنة الموضعية. يبقى العضو هنقول طول العضو في السن ده وليكن 5 سنتي. تمام. 3 سنتي داخلين جوه متغطي بكمية الدهون. تمام. فالظاهر ليكي كأم الجزء الصغير اللي باين. فأنت شايفة إيه؟ حاجة صغيرة. فيجي الشكوى الرئيسية صغر حجم العضو. طب الواد وزنه قد إيه الأول؟ لك هو 7 سنين بس هو 35 كيلو. يا جماعة 7 × 14 وزنه يكون 21 كيلو 35 ده وزن كبير جدا. يبقى خسسي الأمر. لا ممكن النظام الغذائي. يبقى الولد ممكن يكون الوزن طبيعي in general. الوزن العام بتاع الولد طبيعي. يعني الفات برسنتج احنا بنتكلم على الفات برسنتج. بس هنا الفات ديستريبيوشن بقى توزيعة الدهون. الولد اللي عنده سنة عنده 2 عنده 3 هم بياكلش غير بسكوت. أوكي. لا بيجيبوا له شيبسي وبسكوت بياخد عصير معلبات. لا شوكولاتات على طول. أوكي. ده بتعمل حاجة اسمها في منايت ديستريبيوشن افات توزيع الدهون النسائية في مناطق معينة نلاقي كمية الدهون كده من أهمها المنطقة حوالين العضو. يبقى الولد الوزن تقريبا مظبوط بس كمية الدهون اللي حوالين العضو بتبقى زيادة شوية فيسمى بالعضو المدفون أو صغر حجم العضو الكاذب. يعني هو actually فعليا هو حجم العضو مش صغير إنما هو مدفون داخل الدهون. كلام معاك يا دكتور ما بيخلصش أبدا وأنا بشكرك شكرا جزيلا وهنبقى معاك في كل زيارة إن شاء الله وهنغطيها وهنذاعها لمشاهدينا لأن بجد الحلقة دي من أفضل الحلقات اللي يمكن اللي أنا ومشاهدينا كلنا مستنيينها من فترة كبيرة جدا. أنا بشكرك وبشكرك تحت أمرك. شكرا. بشكر دكتور أحمد الشامي أستاذ جراحة الأطفال وحديثي الولادة كلية الطب جامعة الأزهر. نشوفكم على خير إن شاء الله في رعايته. مساء الخير عن جديد. أكثر شيء بيميز الناس ويخلي شكلهم أحلى هي الابتسامة ولتكون ابتسامتنا مثالية وحلوة وملفتة وكلها ثقة لازم أسناننا تكون جميلة ولامعة وما فيها عيوب وبفضل التطور الكبير من مجال طب الأسنان التجميلي وصلنا لتقنيات حديثة ومهمة لعلاج عيوب الأسنان سواء التبييض التقويم أو علاج الكسور والتباعد أو أي مشكلة ممكن تزعجك وما تخليك تبتسم وأنت مرتاح ومطمن وواثق من نفسك. اليوم رح يكون معنا الخبير المميز صاحب اللمسات التجميلية والعلاجية دكتور عمرو هشام عودة أخصائي زراعة وتجميل الأسنان وصاحب مراكز بريتي لزراعة وتجميل الأسنان. دكتور عمرو مساء الخير. أهلا وسهلا مشرفنا ومنورنا واليوم عم نحكي ونقدم حلول لكل مشاهدينا اللي بيعانوا من أي مشاكل بالأسنان. نحن اليوم عنا مجموعة من الحلول المناسبة لكل مشكلة ولكن دكتور رح نبتدي فقرتنا بالحديث عن الفينيل يلي عم نشوفه صار تريند بالفترة الأخيرة بشكل كتير كبير حتى الأشخاص اللي أسنانها حلوة وصحية صارت بتحب تعمل فينيل لأنه الشكل أحلى والابتسامة مثالية. لهيك بداية مين الأشخاص المرشحين لحتى يستخدموا الفينيل ومين الأشخاص اللي ممكن لهم خلوكم على أسنانكم طبيعية فينا مثلا نجملهم بتبييض أو تقويم؟ أوكي. في البداية أنا حابب أقول بس أن موضوع الفينيل دوت أن هو منقسم لشقين. الشق الأولاني أن هو حاجة علاجية والشق الثاني أن هو حاجة تجميلية. تمام. هل أنا لما هروح لدكتور الأسنان هل أنا محتاج علاج ولا محتاج تجميل؟ من هنا بنبدأ المراحل بتاعتنا في الشرح بتاع الفينير بشكل كبير قوي. طيب خليني أخذ أنا اليوم دور المريض وبلش أسألك في حال أنا اليوم أسناني بحاجة فينير للأمور العلاجية كيف بتكون خطة العلاج وشو هي المشاكل اللي ممكن عالجها عن طريق الفينير العلاجي؟ طيب في البداية بنحب نقول إن هو التسوس اللي موجود على الأسنان الأمامية
ده بيخلينا ان احنا نخش في الموضوع العلاجي. أوكي. انا اسناني مسوسه او اسناني فيها فراغات او اسناني فيها مشاكل كبيره في الجزء الامامي، فانا محتاج ساعتها ان انا ابدا ادخل في خطوات التجميل في ما يخص بالفينير يعني. أوكي. فهنبدأ ان احنا نعالج الاول المشاكل اللي موجودة في الاسنان، سواء كانت تسوسات سواء كانت فراغات سواء كانت المشاكل اللي موجودة او اي مشكلة. بنبدأ الاول الخطوات بتاعتنا كلها خطة علاجية كاملة، ان احنا نبدأ نظبط الموضوع بتاع التسوس، وبعد كده نبدأ نعمل القصة بتاعت التجميل. اوكي. طب دكتور، يعني اكثر شيء بيخطر على بال الاشخاص لما بدهم يعملوا فينير هو برد الاسنان، وقديش بدنا نبرد من الاسنان، وحرام اسناننا الطبيعيه نبردها. صار في كثير تقنيات حديثه صرنا فينا نحافظ على سلامه السن وبنفس الوقت نستخدم فينير. خبرنا عن هي التقنيات وكيف صارت هي الاجراءات. طيب، هو كان طبعا في كلام كثير الفتره اللي فاتت عن موضوع ان البرد الاسنان حرام. ما فيش حاجة اسمها ان برد الاسنان حرام لو انا هعمل موضوع التجميل او هعمل موضوع العلاجي، لان اللي احنا بنعمله ان انا بعمل مينيمال سيكنس عشان اقدر اعمل الطبقة بتاعتي فتديني نتيجة كويسة. أوكي. طيب نبدا يعني نتكلم في موضوع طبقة خفيفة كتير. طبعا لحتى اقدر لزق الفينير عليه ويعطيني شكل صحي. طيب، حتة البرد الاسنان دي هي مش حرام، لان احنا بنتكلم في الطبقة الخارجية بتاعة المينا. طبقة المينا الخارجية هي اللي بنقدر نعمل عليها القشرة التجميلية بتاعتي. أوكي. او هعمل عليها الكراون بتاعي. احنا هي هنعمل قشرة تجميلية يا هنعمل كراون، بنبدأ نحدد ده. شو الفرق بين القشرة والكراون؟ القشرة الجزء الخارجي، السطح الخارجي من الاسنان من بره فقط، ما بعملش الجزء الداخلي بتاع الاسنان. الكراون الكامل او اللي هو الغلاف الكامل بيبقى من السطح الداخلي والسطح الخارجي. اوكي. طب دكتور، عم نشوف مجموعه من الصور مع المشاهدين، يا ريت تخبرنا عن هي الحالات وشو هي التقنيات اللي استخدمتهم معها. اوكي تمام. اول حاله عم نشوفها، اول شيء النتائج اكثر من رائعه، ولون اللثه اكثر من وردي وهيلثي وصحي. بالزبط. خبرنا اكثر عن هي الحاله. طيب، هي الحالة كانت جاية بتقول ان انا عملت الجزء الامامي اللي فوق من الكراونز اللي هو الزيركونيوم، والشكل طبعا زي ما انتم شايفين الاسنان عاملة ازاي. شكل اللثة كان فيها احمرار، وده تلوث موجود والتهابات في اللثة موجود. شكل الاسنان من تحت لما جينا شلنا لقينا ان في مشاكل تسوسات تحت الجزء بتاع الكراون. شلنا كل الاسنان اللي هو الكراونز دوت، وبدانا نعمل خطه علاجيه للمريضه ان احنا نشيل التسوسات منها. واهم حاجه في خطوه التجميل ان انا احافظ على شكل اللثه من فوق. طبعاً. ان هي تبقى شكلها وردي، يبقى شكلها متماسك مشدود، تحافظ لي على الجزء بتاع الابتسامه بتاعي. طبعا ده حاله كانت جايه لي من اليمن، اهل اليمن. مشاكل كبيرة جدا، يعني خطة علاجية استمرت تقريبا حوالي 20 يوم عشان نوصل للنتيجة دي. بس دكتور، الشيء الحلو انه كل الاشخاص اللي بدهم يعملوا فينير صار الوقت اسرع، صار التشافي اسرع، صارت العلاج اسرع. في حال ما كان عنده مشاكل تانية، صح؟ لو ما فيش مشاكل في الاسنان احنا بنبدأ نقيم الحالة، هل دي حاجة علاجية ولا حاجة تجميلية؟ لو حاجة علاجية طبعا لازم هيبقى في وقت ان احنا هنحضر الاسنان ونشوف المشاكل اللي موجوده فيها. لكن لو مرحله تجميليه، هل العيان ينفع ان هو يعمل تجميل ولا اسنانه جميله ونقول له لا سنانك كويسه وما يعني ملاش ان انت تلعب فيها، او حاجه زي الحاله اللي موجوده قدامنا دي بالظبط، ده اسنانه صغيره مش متناسقه، في تسوسات وفي صبغات، محتاج علاج، محتاج حاجه تجميليه. احنا في مراكز بريتي بنحاول دايما ان احنا نعمل حاجة الناتشرال، الحاجة الطبيعية اكتر. وهو هذا الموضة صاير اكتر دكتور، لان الفينير المنتشر الفترة الاخيرة ان انا عايز سناني بيضة. فانا بسمع كلمة بيضة بقعد مع العيان وليكن نص ساعة نتفاهم في موضوع الابيض ده. ما انا هي اللي بدي اسألك عليها دكتور، درجة لون السن فعلا بتفرق كتير، وبتفرق من بشرة لبشرة. طبعا. من لون شفاه للون طبعاً شفاه. طبعا طبعا طبعا. من لون لسة للون لسة. انا كمريض بدي اسنان بيضة، كيف بدي اختار الدرجه الانسب لإلي؟ بنبدا رقم واحد ان احنا نعمل حاجه اسمها ديجيتال سمايل ديزاين. بنبدا نشوف شكل الوش، تدويره الوش بتاعنا عامل ازاي، بنبدا نشوف شكل الحجم بتاع السنه اللي هيليق مع تدويره الوش، بنبدا نرسم الابعاد بتاعتنا ونبدا نرسم الخطوط بتاعتنا عشان نبدا نحدد هل حجم السنه هينفع مع ده ولا لا.
رقم اتنين، اللون بتاع السنان ممكن حد يليق معاه الدرجه البيضاء قوي وحد تاني ما يليقش. هو عايز الدرجه البيضاء. دكتور قديش مهمه الشفافيه تبع السن؟ يعني قديش السن كاتم البياض او مثلا شفاف؟ مع الـ مع الـ 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 الستات احنا بنحب النيل اكتر للجزء الشفاف من تحت والاسنان بشكل معين وتفاصيلها، بحيث ان هي لانه بندقق كتير وبنلحق تفاصيل. بالظبط بالظبط. فحته ان احنا نستعجل على الحاله انا ما بحبهاش، انا بحب دايما ان انا اخد وقتي عشان اطلع الحاله ناتشرال اكتر. احلى نتيجه وبافضل طريقه. طب دكتور ايضا نحكي عن موضوع مهم جدا وهو زراعه الاسنان، وحضرتك كاخصائي بزراعه الاسنان انا حابه استغل وجودك معنا واخذ اجابات دقيقه من حضرتك. انت بنلجأ لزراعه الاسنان وشو هي الامور يلي المفروض ناخذها بعين الاعتبار لما انا اضطر الجأ لزراعه الاسنان؟ طيب زراعة الأسنان هو عبارة عن مسمار بنبدأ نحطه في العظم بتاعنا، وبنبدأ بالخطوة اللي بعد كده ان احنا نركب الكراون عليها. زراعة الأسنان من الحاجات اللي ما فيهاش استعجال خالص، عكس التجميل وعكس الفينير. زراعة الأسنان محتاجة خطوات مفصلة، دراسة كاملة للحالة، ونبدأ بعد كده نشتغل. طيب رقم واحد ان احنا بنبدأ نبلغ العيان ان انت لازم نعمل أشعة ثلاثية الأبعاد. اوكي. أشعة ثلاثية الأبعاد دي بتوضح لنا حجم العظم وكثافة العظم وطول والعرض والحاجات دي كلها عشان نقدر نحدد المقاسات نفسها اللي هتتحط. تمام؟ أوكي. يبقى الخطوة الأولانية ان انا بعمل خطة تشخيص صحيح. تشخيص. أوكي. عشان نمشي بقية الخطوات صح. طيب زراعة الأسنان هي خطوتين، الخطوة الأولى إن أنا بعمل الزرع، الخطوة الثانية إن أنا بعمل الجزء الخارجي عليها اللي هو الكراون. طيب هنيجي للحتة الثانية اللي هو إمتى أركب وهل ينفع أركب على طول ولا لا؟ أولا هاي الحالة اللي نحن شايفينها مع المشاهدين هي حالة زراعة أسنان، نتائج عم نشوف قديشها أكثر من رائعة والأسنان أكثر من جميلة، خبرنا عن هي الحالة مفصلا دكتور. طيب الزراعة بتاعت الأسنان هي إن أنا بعمل الجزء الأولاني بتاعي إن أنا بعمل الزرعات بتاعتي. تمام. والخطوة الثانية بعدها بتتم بعد 3 شهور لما تكون الزرعة بدأت مسكت في العظم وبدأ يحصل تجانس وحاجة اسمها أوستيو انتجريشن، إن الزرعة خلاص لحمت تماما في العظم، أبدأ أمشي الخطوات بتاعتي بتاعت التركيب. طيب خطوات التركيب بتاعتي كذا مرحلة ما بنحبش إن احنا نسرع فيها، ليه؟ عشان نوصل لمرحلة اللثة بتاعت العيان تكون سليمة جدا وصحية جدا، وحتى ما يصير رفض من الجسم لزرعات. في أجسام ترفض زرعات صح دكتور؟ لا هي مش الجسم، مش هنسميها ان الجسم رفض الزرعة. لا ما قصدي الجسم، بس قصدي احيانا توقع الزرعة او بيصير كتير جدا بيحصل بالعدم. مشاكل في الزرعات بسبب حاجات كتيرة لها عامل رقم واحد على الدكتور، رقم اتنين على العيان. أوكي. لما تحب تروح لدكتور زراعة اول حاجة تعملها هي اسم الزرعة. أوكي. لازم تعرف اسم الزرعة اللي حضرتك زرعتها. ليش دكتور؟ لأن كل زرعة ليها الجزء الخاص بيها، المفتاح بتاعها. أوكي. اللي بيفتحها وليها أكسسوارز معينة بتاعتها هي. لو العيان عمل زرعة عند دكتور وراح تاني عند دكتور تاني يقول له إن أنا عايز أركب عند حضرتك، طيب اسم الزرعة إيه؟ هو مش عارف، والدكتور بيبدا يتوه ان هو صارت بالعدم، هو مش عارف، هو مش عارف الزرعه دي نوعها ايه او اسمها ايه، لان الاسم بتاعها بيفرق كتير جدا. فدايما دايما هتعمل زراعه اول حاجه تسال عنها هي اسم الزرعه ايه. اوكي بس. دكتور اسمحنا نبلش نستقبل اسئله الجمهور لحتى ناخذ الاجابات الطبيه من حضرتك. يلي عنده سؤال للدكتور تفضل. مساء النور. في سن معين للزراعة ولا عادي؟ طبعا في سن معين للزراعة، وهو ان يكتمل نمو العظم اللي هو بنسميه تقريبا ان هو عند سن ال 18 سنة. وبعدها بيقدر الشخص يلجأ لزراعة الأسنان، يبدأ ان هو يعمل زراعة الأسنان لأن هو خلاص العظم خلاص بدأ اللي هو مرحلة النمو كامل. وخلاص العظم اكتمل تماما، نقدر نعمل الزراعة بتاعتنا ومش هيبقى فيه تخوف خالص. ايضا رح ناخذ سؤال جديد من الجمهور. يلي عنده سؤال تفضل. هل الماده المستخدمه في زراعه الاسنان ليها اي تاثير على الجسم؟ لا خالص، ما فيهاش اي تاثير. الماده المستخدمه في زراعه الاسنان هو النيكل تيتانيوم، وحديثا بدا نستخدم زرعات اسمها الزيركونيوم. في العالم كله والابحاث كلها ما لقيناش ان في حاجه اسمها الجسم رفض الزرع، مفيش حاجه اسمها كده. هو في حاجه اسمها فشلت الزرع، ما فيش حاجة اسمها الجسم رفض الزرع. بسبب خطوات معينة أو بسبب طريقة معينة حصلت الزرعة دي خرجت بره العظم وفشلت.
ما ينفعش ان احنا نقول الجسم رفضها. ده غلط تماما، المصطلح ده غلط تماما، الجسم رفض الزرع ده مصطلح غلط تماما. التأثيرات بقى اللي بتحصل دي حاجة لا تذكر في العالم كله، ان ناس عندها حساسية من المادة بتاعت الزرع. وده يعني بنسبة كبيرة جدا ما شفناهاش يعني في مصر. حالات نادرة ممكن تصير، نادرة جدا 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 في العالم كله، على مستوى العالم كله. دكتور ختاما وسريعا، خلينا نقدم نصائح للأشخاص اللي عاملين زرعات بأسنانهم أو حتى عاملين فينير لحتى يحافظوا على النتائج اللي حصلوا عليها، وكيف ممكن يعتنوا فيهم ويحافظوا على لونهم. طيب رقم واحد السموكينج. يعني أنت عامل زراعة لو هيفي سموكر الموضوع صعب جدا جدا جدا، سواء كان مع الزراعة أو مع الفينير. طيب بالنسبه ليش؟ لموضوع الفينير، لان السموكينج بيعمل مشاكل جدا في اللثه وفي العظم. اوكي، يعني هو بيعمل مشاكل في اللثه وفي العظم. بالنسبه للفينير دايما دايما عامل الفينير على ان هو اسنانك، تعامل معاها بالمصطلح كده اللي هو اي حاجه هتبوظ سنانك هتبوظ الفينير، سواء عدم الاهتمام، سواء كان حاجات الناشفه اللي بناكلها ممكن تكسر الفينير دوت. فاتعامل مع الفينير ان هو خلاص بقت هي سنتك الطبيعية. يعني دكتور بالختام بدي اتشكرك كثير على وجودك معنا، بدي اتشكرك على كل النصائح والمعلومات اللي قدمت لنا اياها، شرفتنا ونورتنا. شكرا دكتور. شكرا ليكي. شكرا ليكي. مشاهدينا حلقتنا مكملة معكم لليوم، فاصل صغير وراجعين، ما تروحوا لبعيد. مساء الخير عن جديد. كلنا بنعرف انه الجهاز المناعي هو عنصر الدفاع الاول عن الجسم يلي بيحميه من اي فيروس او جرثومه، ولحتى نحافظ على الصحه العامه ونمنع العدوى لازم نقوي جهاز المناعه عن طريق اتباع اسلوب حياه صحي من تغذيه سليمه ورياضه، بالاضافه الى بعض المكملات الغذائيه يلي بتساعد على حمايه الجسم من الامراض. لحتى نعرف اكثر كيف ممكن نحمي حالنا ونهتم بصحتنا، رح يكون معنا الدكتور مصطفى حامد، استشاري الامراض الصدريه والباطنيه والمستشار الطبي لشركه AMD. دكتور مصطفى مساء الخير. اهلا وسهلا، عامل ايه؟ دكتور يعني عم نسمع بالفتره الاخيره قديش الكورونا عم ترجع تنتشر بشكل كثير كبير، وقديش في عالم طبعا الله يعافي ويشفي الجميع رجع عم بيصير عندها فيروس كورونا، لهيك نحن خصصنا هي الفقره لحتى نقول كيف فينا نقوي جهاز المناعه تبعنا. ولكن خلينا بالبدايه نعرف كل مشاهدينا شو بنقصد بالمناعه تبع الجسم. طيب تمام، عايز اقول ان جهاز المناعه في الفتره دي بالذات احنا محتاجين فعلا نعرف معناه وقيمته ايه وايه اللي بيقدر يقويه. جهاز المناعه زي ما انت قلت في المقدمه بتاعتك هو جهاز بيدافع عن الجسم ضد الاجسام الغريبه، سواء كانت جراثيم، طفيليات، سواء كانت خلايا سرطانيه، سواء كانت فيروسات. طيب ايه الهدف منه، او ازاي اعرف ان جهاز المناعه بتاعي كويس؟ عن طريق رقم واحد، لازم الجهاز المناعي ليه فايده انه بيقدر يميز بين الحاجه الذاتيه والحاجه الغير ذاتيه. يعني ايه الكلام ده؟ الحاجة الذاتية اللي هي الحاجة اللي بتخص الجسم ودي ما ينفعش الجهاز المناعي يهاجمها وإلا يبقى فيه مرض مناعي في النقطة اللي زي دي. أوكي. طيب لو حاجة غير ذاتية، يعني حاجة خارجية من الجسم بره الجسم، يبقى لازم أهاجمها وأتعرف عليها. يبقى قوته بعرفها عن طريق التعرف. بعد كده رقم دفاع. اثنين أفعل وأعبي القوات بتاعتي. أوكي. بعد كده أهاجم، بعد كده أسيطر على الهجوم. أوكي. معركة، احنا داخلين معركة طبعا. أوكي. خلي بالك لو وقع في اي مرحلة من المراحل دي اعرف ان الجهاز المناعي بتاعك لا it's not good، مش كويس خالص. طيب دكتور كلياتنا يعني بسبب نمط حياتنا وبسبب الاكل الغير صحي وبسبب السهر والقلق والتوتر كلياتنا هاد بيأثر اكيد على جهاز المناعة تبعنا، كيف ممكن نعزز ونقوي جهاز المناعة تبعنا؟ طيب يبقى لازم ان انا اغذي جهاز المناعة بالحاجات اللي هو عايزها عشان العوامل اللي قلنا عليها الاربع حاجات دول يقدر يبقى قوي فيهم. هتكلم عن اكتر، هي في حاجات كتير جدا بتزود جهاز المناعه، لكن لما نقول في ثلاث حاجات مسؤوله عن 70% من تقويه جهاز المناعه عندي يبقى لازم احط تحتها كذا سطر او كذا خط تحتها. ايه هما؟ الاوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف. الثلاث حاجات دول مهمين جدا جدا بالنسبه لنا. طب في ايه يا دكتور؟ وبالذات المراحل اللي احنا بنتكلم عنها. وكل واحده شو هي مهمه؟ يعني الاوميجا 3 بشو بتهم الجهاز المناعه والفيتامين اي، وايضا
فيتامين دي. فيتامين مظبوط. نمسكها الاول حاجه من فيتامين ايه. اي جهاز مناعي ربنا خلق لنا حاجه اسمها حاجز مادي. الحاجز المادي اللي هو بنقدر يبقى محسوس بايدينا زي الجلد، الاغشيه المخاطيه للفم والانف، القرنيه بتاعت العين، كل دي الحاجات اللي ممكن فيروس يقدر يخترقها، وبالذات فيروس زي فيروس الكورونا اوميكرون اللي احنا كلنا دلوقتي قاعدين وبمعنى صح خايفين يهاجمنا او لا، وحتى لو هاجمنا احنا جسمنا هيتصرف ازاي. صح. طيب فيتامين الف الموجود في الكولوسيز مهم جدا للنقطه دي، عشان كده بنقول الحاجز المادي. أوكي. دي نقطه نخليها على جنب. النقطه الثانيه، خلاص الفيروس اخترق الاغشيه المخاطيه بتاعتنا ودخل جوه جسمنا. احنا قلنا نقطه التعرف، لازم اتعرف على الفيروس ده. مين هيتعرف عليه؟ هو جهاز المناعه اللي عندك. طب هيطلع له ايه؟ هيطلع له خلايا اسمها كيلر سيلز، الخلايا القاتله، اسمها حتى مرعب. هو مرعب مش لينا، مرعب للفيروس، عشان يقدر يحتوي الفيروس ويقدر يتخلص بيه ويطرده بره الجسم. دي الخلايا التائيه او الكيلر سيلز او الخلايا القاتله. طيب ده فيتامين دي. طب اوميجا 3 فايدتها ايه في الحاله دي؟ انا بعتبر اوميجا 3 هي الجوكر بتاعنا. طب ليه؟ لما الاقي حلوه طريقه تبسيط المعلومات يا دكتور مصطفى. اشكرك، ميرسي جدا ليك. الجوكر بتاعنا في ايه بالظبط؟ رقم واحد هو احنا هاجمنا، بس احنا نسينا مرحله قوي مهمه قوي، السيطره على الهجوم. كلمه الهجوم يعني طلعت خلايا التهابيه كتيره جدا، بقى في جرحى، بقى في مصابين كتير، اللي هي بنسميها السيتوكينز، خلايا التهابيه. تتعرفي ان الخلايا التهابيه دي لو زادت عن حجمها ايه اللي بيحصل؟ تعمل مشاكل كتير. بيحصل ثوره عارمه في الجسم طبعا. اللي هي المرحله الاولى والثانيه والثالثه من كورونا اللي كانت رعبانه جدا، وحصل تليفات على الصدر، وحصل 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 حاجات كتير، حراره وتعب وتكسير واعراض حاده فعلا كتير. طيب الاوميجا 3 هتسيطر؟ طبعا، ما هي بتحد السيتوكينز. أوكي. وبتقدر تحدها، فبيرجع الجسم بنشاطه وطاقته وحيويته، بيرجع بيستعيد قوته. مظبوط. وغير النقطه الثانيه، انت قلت النشاط والحيويه. كتير جدا الناس هتوافقني، كتير جالها موضوع الكورونا، بيجي بعد 3 ايام انا خفيت، الحراره راحت، السعال راح، الكحه راحت، انا بقيت كويس، بس مش قادر، ما في نشاط، منمل، جسمي واجعني. وبصراحه حتى الاشخاص اللي ما عندهم كورونا ما عندهم نشاط هلا. طيب في الحاله زي دي انا كطبيب بقول له ايه؟ طب اصبر، فتره النقاهة هتعدي وان شاء الله هتبقى كويس. في ناس بتبقى كويس وفي ناس لا. احنا بنقول لكل الناس اللي قبل الاصابه واثناء الاصابه وبعد الاصابه، الكولوسيس هيفيدك في النقطه دي. ليه؟ لان في اوميجا 3 اللي بتديك 4 أضعاف الطاقه. الطبيعي ان انا لما باكل الجلوكوز بيديني 36 اي تي بي، الاي تي بي ده جزء طاقه، ولكن في حاله الاوميجا 3 هو هيديني 146 اي تي بي، يعني 3 أضعاف الطاقه اللي انا بتكلم عليها. يبقى اذا الاوميجا 3 جوكر ولا مش جوكر؟ طبعا جوكر لينا في المرض. عشان كده احنا بنقول ان الاوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف هي تمثل من 60 ل 70% من الجهاز، تقويه جهاز المناعه اللي بين قوسين بنقول عليها الكولوسيس. طيب دكتور، يعني نحن عم نحكي عن مكمل غذائي امن موجود بالصيدليات مرخص من وزارة الصحة المصرية، وهو بيقدر يعوض لنا نقص الفيتامينات والمعادن اللي نحن ممكن ما ناخدها من وجباتنا الغذائية، كيف ممكن ناخده لحتى ناخد أحسن استفادة منه؟ طيب النقطة دي كويسة جدا، احنا لازم نفرق بين الكولوسيس كمكمل غذائي ومن الفيتامينز العلاجية. الفيتامينز وهي نقطة كتير مهمة ممكن الناس تخربط فيها. في كتير ناس بتقول لك أنا هستدعي أجيب حاجات مثلا مستوردة من بره وهجيب فيتامينز، والجدع اللي يجيب أكبر كمية فيتامينز ممكنة. هي مش كده خالص. الفيتامينز يا جماعة تبقى علاجية، لابد من استشارة طبيب ولابد إن هي فترة معينة فترة العلاج، لكن الكولوسيس هو مكمل غذائي. بيبدأ معانا بنقول الجرعة اللي باخدها على حسب سني هي الجرعة اللي بيحتاجها جسمي اليومية، يعني مفيش تراكم للأوميجا 3 أو فيتامين د أو فيتامين ألف في ممكن جسمي. ممكن يعمل مثلا مشاكل مثل أي فيتامين تاني يأثر على الكبد والكلى وباقي الأعضاء. أكيد طبعا، أكيد أي حاجة زيادة عن حدها لا مش مطلوبة. طيب حاجة زي الكولوسيس بنقول يا جماعة بنتاخد من سن سنة ل7 سنين، بقول كبسولة واحدة في اليوم، لأن هي الكبسولة بتدي احتياج الفرد في السن ده. طب من 7 سنين 30 أو 40 سنة بنقول لا يدي ياخد كبسولتين في اليوم. طب فوق 40 سنة أو بين قوسين صاحب مرض مزمن سواء كان قلب أو ضغط أو سكر، ويمكن في ناس سمعاني كتير النقطة دي مهمة قوي بالنسبة لها، هل هو آمن لمرضى القلب أو الضغط أو السكر؟ بل إن هو بيدعم موقفك، هو آمن جدا وبيدعم موقفك، بل ان هو بيساعدك كمان ان العلاج اللي بتاخده بياخد الافكاسي بتاعته او الكفاءه بتاعته بدرجه كويسه
اشرحنا دكتور اكثر كيف يعني خاصه الاشخاص اللي عندهم الامراض المزمنه بيكونوا كثير حذرين بالادويه اللي بياخذوها او بنظام الغذائي تبعهم، فخبرنا كيف ممكن يكون كلوسيز مساعد للاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه. لو جينا بصينا نقول مريضه، مريض القلب او مريض الضغط، مريض القلب ومريض الضغط رقم 1 2 3 4 عنده كلمه دهون، لان هي اللي سببت في ارتفاع ضغط الدم عنده او حصل عنده انه ركب دعامه او عمل قسطره او خلافه. طب تخيلي ان الاوميجا 3 هي رقم واحد اللي بتقدر تعمل التخلص من الدهون الضاره زي الكوليسترول والترايجليسرايد، ومادام اتخلصت من الدهون الضاره يبقى اذا انا قدرت اقدر ما يبقاش في تقدم للحاله بتاعتي من حيث ان بيبقى مريض القلب يبقى في مشكله معاه. النقطه الثانيه ضغط الدم عندنا بيبدأ ليه دراسات كتيرة جدا انه بيأثر على انخفاض ضغط الدم مع العلاج اللي انت بتاخده، مش بدون العلاج اللي انت بتاخده. اوكي، ومرضى السكر؟ مرضى السكر طبعا مهم جدا، ده احنا عندنا فيتامين زي فيتامين د يعني مهم جدا جدا لمريض السكر، لانه هو اوريدي بيدعم عندنا الخلايا افراز الانسولين اللي في جسمنا. فيتامين زي فيتامين الف ب 30% من افراز الانسولين بيفرز عن طريق خلايا بيتا اللي موجوده في البنكرياس، فبالتالي هيدعموا بالذات مرضى السكر النوع الثاني اللي هو بيجي لهم السكر فوق 40 سنه او فوق 30 سنه. دكتور اسمح لنا نبلش نستقبل اسئله جمهورنا وناخذ الاجابات الطبيه من حضرتك. اللي عنده سؤال للدكتور تفضلي. مساء الخير يا دكتور. الامهات اللي عندهم اطفال عندهم ضعف في التركيز، عندهم ضعف في المناعه، يا ترى الكلوسيز ممكن يساعدهم في تقويه المناعه بتاعتهم او تنشيط الذاكره؟ طيب ده سؤال ممتاز جدا وكمان بيناسب الوقت اللي احنا فيه. نقص ضعف المناعه ده مهم جدا جدا وبيعانوا منه كل الناس، عشان كده يا جماعه انا حابب اقول الكبسوله الكلوسيز فيتامين الف او فيتامين د او الاوميجا 3 هو مهم جدا جدا بالنسبه لي ان يزود مناعه الطفل، بل انه بيساعده على التركيز، لان خلايا المخ تتكون من 50 ل 70% من اوميجا 3، يبقى اذا انا بزود التركيز عن الطفل بزود المناعه عن طريق الكلوسيز، وبالدليل على كده من سن السنه بقدر اديهوله لحد 7 سنين كبسوله واحده في اليوم. يعني بالختام اكيد نتمنى الصحه والسلامه لكل مشاهدينا، وبدنا نقول لهم حافظوا على صحتكم وعلى جهاز المناعه تبعكم، وايضا دائما التزموا بنظام غذائي صحي وفي كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاج الجسم لحتى يضل بكامل صحته ونشاطه. دكتور مصطفى حامد مشرفنا ومنورنا دائما، شكرا كثير على وجودك معنا. واكيد مشاهدينا الشكر الاكبر لكم ولمتابعتكم لنا. لهون بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا معكم لليوم، ضلوا بألف خير وصحة وعافية. باي باي.